مبسوطة طبعا النهاردة في ميس إليجنت. دعوة جاتلي من فاشن ديزاينر شريف نصر وهو اللي عامل لي دريس وأول مرة ألبس أبيض، فكان مش عارفة حاسة بكده صح؟ خلاكي عروسة، عايزة عريس. أيوه مستنية العريس. مبسوطة جدا طبعا، بحب دايما أتابع الفاشن شو، كل الديزاينر بحب أتفرج على شغلهم. ببقى مبسوطة إن في تطور، يعني في ناس بتشتغل على نفسها إنها تقدم حاجات مختلفة. بصي، لا يمكن ده مش اول تواجد ليا في مانيكات او فاشن او حاجه ليها علاقه بالفاشن يعني والموضه، وبحب اكون متواجده، وحبيت ان كمان تكريمي النهارده، فمبسوطه اني معاكم النهارده. اغنيه الرجاله نزلت في الفالنتاين، ناس شويه اتكلمت ان انا ضد الرجاله دايما، مش عارفه ليه، بس هي اغنيه بتتكلم عن الرجاله عامه. الاغنيه الجديده هتكون في العيد بعد رمضان، سنة طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله هتبقى سنجل برضو زي اللي قبلها. بصي، ميك اب وهير، يعني ميك اب غادة عادل، ويعني مش انا اللي عامله شعر وميك اب، بس اللبس عادي من عندي يعني.